بسم الله الرحمن الرحيم الله الله والحمد لله بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأفضل المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم مصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المأسومين السابع الأسلوب في المسألة لا يخفى أنه لا أسلى في المسألة يعول عليه لو شك في دلالة النهي على الفساد. موزع الباحث أمور التي ترهها المحقق الخراساني رضوان الله عليه بعنوان مقدمة الباحث للبحث عن دلالة النهي على الفساد في العبادات والمعاملات. من هذه الحلقة ندخل بعون الله سبحانه وتعالى في امر السابع او في المقدمة السابعة، وفي امر السابع نريد ان نبحث عن مقتزل الاسل في المسألة. من كان من أهل التحقيق يعلم ان تأسيس الاسل في جميع المسائل والفصول وفي جميع اقسام البحث اصبح رائجا في حياتنا العلمية في زماننا هذا لا نعلم بالضبط ان هذا الاسلوب اسس من زمان الشيخ الانصاري رضوان الله عليه او من زمان قبله ولكن على اي حال تاسيس الاسل في كل مسألة اصبح رائجا في زماننا في علم الاصول والهدف من تاسيس الاسل هو في الحقيقة تأسيس الذخيرة وإيجاد الذخيرة ليوم الغد للفقيه الذي يكون في سدة الاستنباط في جميع الفروعات والمسائل التي يواجهها ألا يهل من يكون من أهل الدقة والاستنباط يعلم أنه أحيانا هناك بالنسبة إلى بعض الفروعات يد الفقيه يكون قاصرا عن وجدان الدليل الاجتهادي على الفرع افرز في مساله من المسائل وفي فرع من الفروع لا يجد دليلا اجتهاديا لا يجد اطلاقا او عاما لا يجد نصا خاصا فحينئذ يقع في الحيره انه ماذا يفعل وتاسيس الاصل ينفعه في مثل هذا الزمان أنه بعد فقدان الدليل الاجتهادي ما هو مقتضى الأصل في هذه المسألة بالنسبة إلى دلالة النهي على الفساد محقق الخراسان رضوان الله عليه أيضا يكون في سدة تأسيس مثل هذا الأصل وطبعا تأسيس الأصل قد يكون على نحو تأسيس المسألة الأصولية بعبارة أخرى هل هناك تأسيس الأصولي يمكن أم لا؟ وتارة هناك بحث أنه لا في العمل وفي الفقه وفي الفروع هل هناك تأسيس يوجد أو لا يوجد؟ بالنسبة إلى تأسيس الأصولي محقق الخراسان رضوان الله عليه يقول يمكن أن يبحث هذا البحث عقليًا ويمكن أن يبحث هذا البحث لفظياً بعبارة أخرى كيف في دلالة النهي على الفساد كان هناك بحثا أن المراد من الدلالة دلالة العقلية على نحو الملازمة أو دلالة اللفظية على نحو المطابقة والتذمنية مثلا لاجل هذا هنا في تأسيس الأصل الأصولي بحيث نستمد من نفس بحث دلالة النهي على الفساد في خصوص هذه المسألة محقق الخراسان يقول أصل الأصولي لا لفظا يوجد في هذه المسألة ولا عقلا يوجد أما أنه عقلا لا يوجد لأنه ما هو من جهة العقل وبنظر العقل الملازمة وعدم الملازمة ليست لها حالة السابقة في دلالة العقلية مثلا هنا ما نقول لا تشتر كتاب الله بالنسبة إلى لا تشتر كتاب الله هناك بحث عقلا أن الملازمة بين الحرمة والفساد توجد أو لا توجد، فهذه الملازمة التي نبحث عنها عقلا ليس لها حالة سابقة حتى نستصحب ماذا وجودها، لأجل هذا محقق الخراسان يقول من جهة العقل لا يوجد هنا أي حالة سابقة حتى نجري استصحابها نعم لقائل أن يقول أن هذه الملازمة لها حالة سابقة بعنوان استصحاب عدم الأزلي بعنوان استصحاب عدم الأزلي طبعا يمكن طرح هذا البحث أنه ما هو أفرز في أزمنة السابقة لم يكن هناك ما هو في, في الأزمنة السابقة لم يكن هناك ماذا ملازمة أصلاً الان نشك ان الملازمة حدثت ام لا نستصب عدم تحققها عليها على اي حال محقق الخراسان رضوان الله عليه يريد ان يقول ان الملازمة العقلية لا تأتي في هذا البحث من الاساس لانه مع وجود الملازمة فعلا اذا اثبتنا الملازمة اصلا بعد لا يأتي هناك شك حتى ما هو نذهب الى الاصل العملي بالإضافة إلى هذا هذه الملازمة بنفسها لا تكون حكما شرعيا ولا موزوعا لحكم شرعي ومستصحبنا حتما إما أن يكون حكما شرعيا وإما أن يكون موزوعا لحكم شرعي لأجل هذا بالنسبة إلى أصل الأصولي بحيث نستفيد من جهة نفس دلالة النهي على الفساد في هذه المسألة في تأسيس الأصل نقول ما هو أولا هذه الملازمة ليس لها حالة سابقة حتى نستسحب، على فرض أن يكون لها حالة سابقة، وإذا كانت هناك ملازمة موجود نقول لا لا نصل إلى فرض الشك، نستفيد من نفس هذه الملازمة، وبالإضافة إلى هذا كما قلت على حال ملازمة لا تكون حكما شرعيا، ولا موضوعاً لحكم شرعي لأجل هذا من الأساس استصحاب في هذا المجال لا يستطيع ان يكون جاريا. واما اصل الاصولي اللفظي، اصل الاصولي اللفظي في مثل لا تشتر لكتاب الله، نقول ما هو اصل الاصولي اللفظي إذن لا يوجد، لانه ما هو حينما نقول لا تشتر كتاب الله يدل على الحرمه فقط، اكثر من هذا لا يمكن استفادته حتى نؤسس هناك اصلا. نعم. بالنسبة إلى استصحاب عدم الأزل نقول على في زمن من الزمان كان هناك إنسان وكان هناك بشر ثم جاء الوزع في زمان الذي جاء الوزع وبدأ يتطور لغة الإنسان في ذاك الحين لم يكن هناك شيء بعنوان دلالة النهي على الفساد يقينًا بعد الآن لا نعلم أنه هنا ما تحقق الوازع، هل الوازع وزع النهي على الفساد أم لا؟ هل وزع في زمن مدلول النهي دلالته على الفساد أم لا؟ نستصحب بقاء الحالة السابقة، نقول قبل الوزع، لم يكن هناك دلالة النهي على الفساد، بعد الوزع نشك أنها وزعت على الفساد أم لا؟ نستصحب بقاء الحالة السابقة. ولكن بالنسبة إلى استصحاب عدم الأزلي إشكال الأول أن خطابات الاستصحاب مثل لا تنقذ اليقين بالشك هذا وزع للعرف والعرف العام لا يرى العدم الأزلي مصداقا للا تنقذ اليقين بالشك لأجل هذا لو خالف أحد الاستصحاب العدم الأزلي أهل العرف لا يلومه ولا يقل أنك خالفت روايات الاستصحاب أو خطاب الاستصحابي نقطة أخرى بالنسبة إلى استصحاب عدم الأزل أن هذا الاستصحاب من الأساس لا تكون جارية لأنه ركنه الأصلي أي وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة لا تتحقق فيها لماذا؟ لأنه نقول في زمان اليقين السابق هناك صالبة بانتفاء الموضوع لأنه أصلا لم يكن هناك وزع حتى نقول ذاك الوزع يدل على الفساد أم لا النهي وزعا يدل على الفساد أم لا أما بالنسبة إلى زمان المشكوك صحيح أن الوزع يوجد ولكن لا نعلم أن في زمن الوزع دلالة النهي على الفساد كان متزمنا أو لم يكن متزمنا لأجل هذا في زمان الشك اللاهي صالب بانتفاء المحمول في زمان اليقين السابق صالب بانتفاء الموضوع وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة لا توجد لأجل هذا استصحاب من الأساس لا يكون جاريا بالنسبة إلى الأصول سواء كان في اللفظ أو كان في باب العقل أو الملازمة محقق الخراساني بالنسبة إلى هذا المطلب في زمن سطر واحد يشير إلى كل هذه المطالب يقول لا يخفى أنه لا أصل في المسألة في دلالة النهي على الفساد يعول على هذا الأصل لو شك في دلالة النهي على الفساد يقول لو نشك في دلالة النهي على الفساد هكذا أصل لا يوجد مراده من الأصل أصل الأصول بقرينة مقابله ما يقول نعم كان الأصل في المسألة الفرعية على يهل تعرف الأشياء بأسدادها حينما نرى زيل العبارة نعلم أن مراده من الأصل أصل أصولي يعني أصل على حسب خطابات التي يوجد في دلالة النهي على الفساد وفي دلالة النهي على الفساد هناك منهجين منهج العقل ومنهج اللفظ على أساس كلاهما لم نستطع أن نؤسس هناك أصلا بعد يقول نعم كان الأصل في المسألة الفرعية حينما نذهب إلى الجزئيات، وحينما نذهب إلى صغريات الفيق، هناك يمكن تأسيس الأصل، وتأسيس الأصل قد يكون في المعاملات، وقد يكون في العبادات، تأسيس الأصل في المسألة الفرعية، محقق الخراساني من الأفضل يؤسس الأصل في المعاملات، يقول: نعم كان الأسلوب في المسألة الفرعية الفساد، لو لم يكن هناك اطلاق او عموم يقتضي الصحه في المعاملات مثلا افرض ما هو شخص يبيع كتابه لشخص اخر ويجرى صيغه البيع بينهما ولكن وقعت الفاصله بين الايجاب والقبول بحيث يقع الشك ان الموالاة كانت محققه بين الايجاب والقبول او لم تكن محققه فهي إزين، هذا الشخص يشك في صحة هذه المعاملات، وبعبارة أخرى يشك أن النقل والإنتقال، انتقال الملك من البايع إلى المشتري تحقق أو لم يتحقق، هنا مقتزل الإستصحاب عدم تحقق النقل، نقول قبل إجراء صيغة البيع، الكتاب كان في ملك المالي قطعاً الان بعد اجراء صيغه البيع نشك ان الانتقال تحقق ام لا اصاله عدم الانتقال وهذا هو ما نسميه نعم كان الاصل في المساله الفرعيه الفساد في المعاملات بشرط ان لا يكون هناك اطلاق او عموم يقتضي الصحه في المعامله ولكن بعض الاوقات عموم او في بالعقود او اطلاق حل الله البيع أو إطلاق تجارة عن طراز وأمثالها تحكم بصحة هذه المعاملة، وطبعاً الأصل دليل حيث لا دليل، مع وجود الإطلاق، مع وجود العام، ومع وجود الأمارة، لا ينبغي التمسك بالاستصحاب كما هو واضح للجميع. لأجل هذا، مع الشك في فقدان الموالاة وعدمها، لو لم نستطع ان نحصل عاما او مطلقا مقتزل الاستصحاب الحكم بفساد هذا البيع وعدم انتقال الكتاب الى المشتري وعدم انتقال ملكيه الثمن الى البائع مثلا ولكن لو وجدنا هناك عاما مثل اوف بالعقود لو وجدنا هناك مطلقا مثل حل الله البائع او مطلقا مثل تجاره انتراز نقول مع مثل هذا الشك بيع العرف يكون صادقا تجارة العرفية تكون صادقتان، نتمسك بالإطلاق والعموم ونحكم بالصحة هذا كله بالنسبة إلى أي شيء بالنسبة إلى المعاملات طبعا وأما بالنسبة إلى العبادة في عبادة خاص لو نشك أنها صحيحة أم لا مثلا لا تسم يوم عيد الفطر لو صام أحد في يوم عيد الفطر وشك في صحة المعاملة هنا إذا محقق الخراسان رضوان الله عليه يقول وأما العبادة فكذلك يعني تجرى فيها إصالة الفساد مثل المعاملات لماذا؟ لعدم الأمر بالعبادة مع النهي عن يعني العبادة كما لا يخفى بعبارة أخرى في هذه المسألة عليها ما هو ما عندنا أمر مع فقدان الأمر لا نستطيع أن نحكم بصحة مثل هذه العبادة لأنه ما هو لا نعرف أن ملاكها موجود أم لا ملاك العبادة أيضاً عادةً يعلم عن طريق الأمر اللهم إلّا يكون هناك ما هو ملاكه مهرزون على أساس رأي صاحب الكفاية في عبادية العبادة وجود الملاك أيضاً يكون كافياً نقول حتى لو يُحرز وجود الملاك بما أنه نهي جاداً هذه العبادة هناك اجتماع الامر والنهي يتحقق، واجتماع الامر والنهي بناء على رأي المحقق الخراساني يكون باطلا ولا يكون صحيحا اصلا من قبيل اجتماع الزدين لاجل هذا ما هو على حال هذه العباده تكون محكومة بالفساد. بالإضافة إلى هذا لو نشك أن عبادة كذلك مثل افرز الصوم في يوم عيد الفطر. وامصالها من الموارد التي وردت فيها النهي نقول لو نشك انها صحيحه ام لا بعد ثبوت اصل التكليف هذا في الحقيقه مصداق للشك في الايها ما هو فراغ واذا تحقق الشك بالنسبه الى الفراغ اشتغال اليقين الصد الفراغ اليقيني والفراغ اليقيني ان لا تكون عبادتنا منهيا عنها لاجل هذا وأما العبادة فكذلك تجرى فيها إصالة الفساد لعدم الأمر بالعبادة مع النهي يعني عن العبادة كما لا يخفى أولا أمر هنا لا يوجد إذا لا يوجد الأمر لا يكون صحيحا بالإضافة إلى هذا النقاط التي ذكرتها لأجل هذا حاصل البحث في أمر السابع الذي وزهده كثيرا أيضا محقق الخراسان رضوان الله عليه لو ابتلى الشخص في فروعاته اليومية بشك في المعاملات وفي العبادات أن عبادة التي جاءت فيها النهي أو معاملة التي جاءت فيها النهي أصل يوجد أم لا يقول نعم إصالة الفساد في كلاهما تكون جارية وأما إذا نريد أن نحرز أو أن نثبت أصلا كليا أن نفس دلالة النهي على الفساد وإصلاحا يسمى يسميه أصلا أصوليا يقول مثل هذا الاصل على جميع المباني لا يوجد، سواء بحثنا في دلاله النهي على الفساد عن طريق العقل، وعن طريق الملازمه بين الحرمه والفساد، او لا بحثنا في هذه الدلاله عن طريق اللافز، وانه وزع النهي على الدلاله للفساد ام لا. هذا كله بالنسبه الى هذا التنبيه اي تنبيه السابع، أو أمر السابع في مقدمة البحث، الصامين أقسام متعلق النهي بالعبادات، وهذا الصامين أمر الصامين أمر الأخير الذي يجب أن يطرح قبل الدخول في بحث الأسلية، وهذا إذن مهم جدًا، طبعًا أقسام النهي بالمعاملة لم تطرح مستقيمًا، ولكن ما هو أقسام متعلق النهي بالعبادة طرحها مفصلًا محقق الخراساني، لأن النهي قد يتعلق بذات العبادة، قد يتعلق بجزء العبادة قد يتعلق بشرط العبادة وقد يتعلق بوصف العبادة وصف العبادة أيضا على قسمين الوصف قد يكون ملازما بهيس لا ينفك عن العبادة وقد يكون الوصف مفارقا وإن شاء الله تطالعون الأمر الصامين قبل دخولنا فيه وسندخل فيه إن شاء الله من حلقة المقبلة في انتهاء البحث وفي اخر هذه الحلقه استغفر الله لي ولكم ايها الاخوان واستودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يا رب يا قهار اسمع دعائي واجبني. أقيم يا متعب أحسن ما بي أحسن ما